مواني عليك ولا ما يغلى غالي يا بلادي حبك مواني وعليك ولا ما يغلى غالي بلادي حبك موالي عليك ولا ما يغلى غالي صباح الخيرات عليكم، معكم الصبح في حلقة جديدة وفقرات جديدة. طبعا لكل بلد مشاهدينا ثقافة تختلف عن الثانية، والأهم من هيك إن احنا نتعرفوا على هذه الثقافات طبعا من باب المعرفة والثقافة، وأكيد كل ثقافة حنستفيدوا منها في حياتنا. اليوم حبينا نبدو صباحنا معاكم بأربع فروقات بين الثقافات الغربية والشرقية. حنبدو بموضوع مهم واللي هو الاستقلالية. طبعا فكرة الاستقلالية في مضمونها موجودة بس في الغرب، لكن زي ما نعرف كلنا بأن في الشرق الاستقلالية تكون موجودة لكن بشروط، لأن الإنسان ما يقدرش يكون مستقل بصورة كاملة، لأن في عدة عوامل تخش في هذا الموضوع زي الروابط العائلية والأسرية وكل هذه الأمور تتعلق بالذات. أكيد الصراحة ما فيش أحلى من الصراحة. الغرب معروف بانفتاحه وتساهله مع الكثير من المواضيع اللي أكيد تناقشها عبر الأجيال، ونقص الانفتاح والنظرة المتحفظة اللي تكون نوعا ما في يعني المجتمعات العربية موجودة. النقطة الثالثة اللي حبينا نتكلم عليها طبعا في اللي هي نمط حياة الرؤساء. في الثقافات الشرقية يكون للقائد أو الرئيس مكانة عالية وعنده تأثير على عامة الناس، أما في الثقافات الغربية فنلاحظوا أن في مبدأ المساواة ياخذوا فيه بعين الاعتبار، والقائد أو الرئيس هو شخص بين أفراد الجماعة وما ينظرولوش لأنه هو رئيس، بل هو ينظروا على أنه هو موجود يعني بين الناس. آخر نقطة نمط حياة الأنثى. طبعا في الشرق ما زالت بعض النساء تضحي بحياتها المهنية والوظيفية في صالح التربية، لصالح تربية الأطفال وطبعا الاهتمام بالعيلة. الأنثى في الغرب نشوفوها حرة، هي عندها تقرر في أولوياتها زي الوظيفة أو الزواج أو الإنجاب إلى غير ذلك. من هذا المواضيع أو النقاط المهمة اللي تعرفنا عليها الفرق بين الشرق والغرب، هنخفف عليكم الأجواء شوية ونصبحوا على الزمن الجميل وأغانيه مع أغنية للفنانة اللي بي تونس مفتاح، ونرجع من نمس الناس يتمنى.
القمر والشمس، ما فيش أحلى وأجمل من القمر والشمس وأغنية رائعة للفنانة الليبية تونس مفتاح. من الفن الجميل إلى الصحة مع أفضل أوقات شرب الماء، خلونا نشوف. من ودع زمان من روح لزمان ينسانا على أرض الهجران، من ودع زمان من روح لزمان ينسانا على أرض الهجران. أفضل الأوقات لتناول المياه طبعا على طول اليوم مع وجبة الغداء لتقليل كمية الطعام اللي ناخدوها طبعا في وجبة الغداء، وفي هضم الطعام بطريقة صحيحة نقدر ناخده كوب من المياه أكيد أثناء وجبة الغداء للمساعدة على الهضم والإحساس بالانتعاش. طبعا هذا في الظهر. نمشي للعصر، طبعا في حوالي من 6 ساعات تفرق بين وقت تناول وجبة الغداء ووجبة العشاء، مما قد يعزز من فرص شعورك طبعا بالجوع والعطش. أحسن شيء مشاهدينا بأن احنا نستمتع جيدا بجسمك وتعطيه طاقة بأنك أنت تاخذ أو تتناول المياه في هذه الفترة. طبعا 8 مساء مع العشية نقدر ناخذ كوب من المياه مع شريحة من الليمون الطاجز أثناء تناول وجبة العشاء، فهذا يساعدك حتى على النوم بأنك أنت تعيش يعني ترقد مرتاح وما تشعرش بالانتفاخ. نمشي للصباح، اللي احنا أكيد في الصباح حتى من صباحا نتناول المياه على معدة خالية، وهذا طبعا أحسن شيء والكل ينصح به، يساعد في ترطيب الجسم عند الاستيقاظ من النوم، كما أنه يساعد الجسم في الاستيقاظ والوعي في الصباح إلى جانب تهيئة المعدة لوجبة الإفطار والغداء طبعا والعشاء. بعدها نجول الساعة 11 الصبح نخصص وقت لتناول المياه بين الوجبات. هذه الطريقة طبعا حتساعدك على الوصول لكمية المياه اللي لازم انك انت تاخذها يوميا، بالإضافة إلى المياه اللي حتخليك تساعدك على عدم الشعور بالجوع سريعا، خاصة بين وجبة الإفطار والغداء. وكانت هذه أكيد أفضل أوقات شرب المياه. أنا شخصيا نحب المية هلبة، يعني أول ما نوض الصبح على طول لازم طاستين مية، وهذا أكيد يساعد حتى على تخسيس الوزن وترطيب الجسم وتنظيف أيضا المعدة. موعدكم الآن مع جولة مع الأخبار السريعة، ونبدأ بخبرنا الأول واللي يقول عن النسر الذهبي. طبعا النسر الذهبي هو أكبر الطيور الجارحة في العالم، لكن مرات يختفي من قائمة الطيور بسبب عمليات الصيد، وزي ما نعرفوا التغيرات المناخية اللي أوصلت إلى هذا الحد من الانقراض. علماء البيئة شنو يقولوا؟ يقولوا بأنهم يبدو في خطة ضرورية لازمة لحماية النسر. طبعا احنا تكلمنا امبارح عن موضوع حماية البيئة البرية وقداش مهم ان احنا نحافظوا عليها وتكون عندنا طريقة مخصصة لصيد الحيوانات البرية. خبر ثاني من نوع ثاني، سيدة ليبية في الأربعينيات من العمر اسمها زينب الغنيمي تشكل الورود بمواد خام من الستان التول وتخدمهم ورقة بورقة عن طريق الخياطة والكي والمقص الكهربائي، بعدين تجمعهم وتشكل بها ورود يدوية غاية في الدقة وتخيطها كاتوكات أو كارونات أكيد للبنوتات الحلوات اللي يشوفوا فينا اليوم، وتخلي منهم شغل أو تاخد طبعا هذا كله ياخد منها شغل لساعات طويلة تعمل فيهم بكل إتقان. طبعا يشجعوها على موهبتها الجميلة. الخبر الثالث، تعقد لجنة الطوارئ تابعة لمنظمة الصحة العالمية مطلع فبراير القادم طبعا اجتماع لاقتراح رد دولي على تفشي فيروس زيكا اللي طبعا كان موجود وانتشر من شهرين فاتوا، والكل كان حديث حتى وسائل الإعلام وسط توقعات بأن يصيب هذا الفيروس 4 ملايين شخص. من فيروس زيكا إلى افتتح بمدينة يفرن بيت تقليدي تحت اسم بيت يفرن، وهو عبارة عن بيوت فندقية على الطراز الأمازيغي التقليدي زي ما نشوفه في الصور، صور جميلة جدا تجمع ما بين السياحة والفنادق والتراث الليبي الأمازيغي.
خبرنا الخامس، شابة ليبية اسمها نور الزنتاني، مواليد 96، من الرجدالين، تعشق الرسم وتصميم الأزياء، وشاركت حتى في معرض طرابلس الدولي اللي كان في بداية شهر مارس الماضي. خبرنا الأخير والسادس عن جمال اللافي، وهو مهندس معماري ليبي يصمم بنفس طريقة البناء الليبي القديم، خاصة في السرايا والمدينة القديمة وطبعا في طرابلس، وهما من أجمل الأماكن اللي الكل يحب يمشي لها. هذه كانت أخبارنا معاكم السريعة مشاهدينا، حنخفف عليكم الأجواء أكثر وأكثر في صباح اليوم مع هذا الفيديو الكوميدي للفنان صلاح الأبيض، نشوفوه، خلوكم معنا. في مدام طلع 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 شنو؟ في مدام طلع مدام نجوة كبيرة عليه اليمين هم اللي نجوتهم كبيرة. تعال انا يا ريت باش ندوي تسلاح الكرمي فيه مع بيلي بيه المربوعة وتحت الدروج. شنو فيه؟ هذا نتروا فيه للجبهة. تروا فيه؟ اسمع يا ريت، راك تقرب لي الحوش مع بيلي جول الحوش ولاطين وقنابل وسلاح، شيل اخوتك في الجبهة خليهم يحاربوا بيه. وين كنت انت؟ كنت في الجبهة. غادي؟ غادي يا باي. شنو الجو غادي؟ تروا في علي اليمين ما حقيت منك فيت الكر. لا الكر يومات أكيد الفنان. تحية للفنان صلاح الأبيض، دائما يفرحنا ويسعدنا بأعماله المسرحية. ما تنسوش ترسلونا وتبعتوا كل اقتراحاتكم وأسئلتكم على إيميل برنامج الصبح الصبح@218tv.net، وتبعتوا على شبكات التواصل الاجتماعي 218tv.net. حنكون بعد الفاصل مع المؤتمر العربي الأول لأجل إعلام يناصر ذوي الاحتياجات الخاصة، استنونا.